بنغازي، العنوان العريض الذي طرحت أبجديته الأمنية في اجتماع الغرفة الأمنية المشتركة لبنغازي الكبرى، والذي ترأسه اللواء ونس بوخمادة مجتمعا بالأجهزة الأمنية داخل المدينة. طبعا أول يوم اجتماع الغرفة الأمنية لمدينة بنغازي الكبرى، وكان هذا الاجتماع يضم كل الأجهزة الأمنية في داخل مدينة بنغازي، بما فيه المحامي العام، بما فيه النيابة العسكرية، الأجهزة الأمنية، الاستخبارات، الأمن الداخلي، مكافحة الإرهاب، الشرطة بجميع مسمياتها، القوات الخاصة، الوحدات العسكرية التي حتساهم في تنظيم والمحافظة على الأمن في مدينة بنغازي. وتم الاتفاق على عدة نقاط، وأصدرت الأوامر من أمر الغرفة لتقديم التمام والاستعداد لبدء في خطة تأمين مدينة بنغازي الكبرى. خلال الاجتماع تم الاتفاق على عدة نقاط في خطة العمل الخاصة ببنغازي الكبرى، في دعوة لكافة الأجهزة بالعمل وبجد أكبر لأجل بنغازي آمنة، وهذا لا يأتي إلا بعزم الرجال في خطوة نحو الاتجاه الصحيح. أرى ما فيش بصارة، أوامر مشددة، أوامر قوية، أراه اللي مخالف اللي مروحة من توه، اللي قاعد فرض مشردة يطلع، اللي قاعد في دكان مش دكانة يطلع، اللي قاعد في حوش مش حوشة يطلع، اللي يقبض عقاب الليل مغطي وجهه راه يعطيه التعليمات تعامل معاه بالرصاص. ما فيش بصارة، أي واحد يقبض بدون علم الغرفة الأمنية المركزية في عقاب الليل مغطي وجهه، ماني عارف من أراه من الحماش، تعامل معاه بالقوة. الأوامر صدرناها لكل الأجهزة، أي إجراء يتم في داخل مدينة بنغازي بدون علم الغرفة الأمنية أراه حنتعامل معاه بقوة. الجمرك كان متواجد، ومدير الجمرك راهو يشكي من خروقات واجده، بنقول للجماعه اللي في المينا راهو افطن ارواحكم، كل واحد يلتزم وكل واحد يقعد في مجاله. وفي ختام الاجتماع اصدرت الاوامر للتنفيذ الفوري للنقاط المتفق عليها في الخطه الامنيه التي تم مناقشه كافه بنودها، ويبقى البند الاول والشغل الشاغل، هذه المناره والمجد التليد، ولا عجب، انها بنغازي يا ساده. لقناه ليبيا الحدث، عماد فتحي.